بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم بنياتي في مادة العلوم الإدارية للصف الثالث ثانوي الإنساني للمرحلة الثانوية. نبدأ في أول وحدة، وهي وحدتنا الأولى التي تتكلم عن أساسيات الإدارة. نتعرف بإذن الله على تعريف الإدارة، توضيح أهمية الإدارة، تحديد أهم العوامل التي أسهمت في زيادة أهمية الإدارة، أيضا توضيح خصائص الإدارة، تحديد أهداف الإدارة، المقارنة بين مجالات الإدارة، أيضا تحديد عناصر العملية الإدارية. حتى أحدد العملية الإدارية لابد لي من تخطيط، تنظيم، توجيه، أيضا رقابة. انتقلي معي إلى صفحة 6. عرف الإنسان الإدارة كممارسة منذ وجوده على الأرض، فما كان له إلا أن يدير شؤون عبادته ومعيشته وعلاقته بالآخرين في سلمه وحربه وتكييفه مع الظروف البيئية من حوله من غير الإدارة. بل لقد كان قيام الحضارة الإنسانية عبر التاريخ خير شاهد على وجود الإدارة وأهميتها. لقد كانت آثار الحضارة السومرية والمصرية القديمة والبابلية والآشورية واليمنية القديمة والصينية واليونانية والرومانية والإسلامية دليلاً على أهمية الإدارة في مسيرة ماذا؟ في مسيرة هذه الحضارات. بحول الله وقوته راح نتعرف، وأهداف درسنا لهذا اليوم، مفهوم الإدارة، أهمية الإدارة، وخصائص الإدارة. انظري إلى هذا النشاط، هل لك أن تتخيلي وضع المدرسة لو لم يكن لها إدارة؟ اكتب ما يمكن أن تكون عليه المدرسة. كيف ستكون حال المدرسة؟ إذن الإجابة: إهمال بناء شخصية الطالب، سوء العلاقات بين العاملين فيها، التباطؤ في إنجاز العمل، عدم وضع خطة للتطوير، عدم الإشراف على تنفيذ المشاريع. ما هي الأعمال التي تقوم بها إدارة المدرسة برأيك؟ ما هي تلك الأعمال؟ نعم، التخطيط والتنفيذ، إيجاد العلاقات الحسنة بين العاملين، تطبيق الأنظمة والقوانين، بناء شخصية الطالب. تعريف الإدارة. عرف الإدارة، إذا قلت ما هي الإدارة؟ لدي العلماء هنا وضعوا عدة تعاريف للإدارة، قالوا إنها ماذا؟ خدمة الغير أو تقديم العون للآخرين. أيضا قالوا هي العملية التي يمكن بواسطتها تنفيذ غرض معين والإشراف عليه. أيضا عرفوا الإدارة بأنها ماذا؟ الإدارة تنفيذ الأشياء عن طريق الآخرين. أيضا أن تعرف بالضبط ماذا تريد، ف
ثم تتأكد من أن الأفراد يؤدونه بأحسن وأرخص طريقة ممكنة. أيضا عملية استخدام الموارد من العنصر البشري والمواد الخام لتحقيق ماذا؟ لتحقيق أهداف معينة، وتتضمن تخطيط وتنظيم وتوجيه وتنسيق وتقييم جهود الأشخاص لتحقيق ماذا؟ لتحقيق الأهداف. أيضا استغلال الموارد المتاحة عن طريق تنظيم الجهود الجماعية وتنسيقها بشكل يحقق الأهداف المحددة بكفاية وفعالية. أيضا عرفوا الإدارة بأنها ماذا؟ النشاط الخاص بقيادة وتوجيه الجهود البشرية وتخطيط وتنظيم عناصر الإنتاج الأخرى وتحقيق الرقابة عليها بقصد الوصول إلى الأهداف التي تسعى إليها ماذا؟ المنظمة. من خلال هذه التعاريف التي تطرقنا عليها قبل قليل، نريد ماذا؟ نريد أبرز العناصر التي اتفقت عليها هذه التعريفات. ما هي أبرز تلك العناصر؟ نقول أولاً تنفيذ غرض، نكتب تنفيذ غرض معين والإشراف عليه، نسميه موارد بشرية. تنفيذ الأشياء عن طريق الآخرين، هنا أنا سأحقق ماذا؟ أحقق أهداف. ثلاثة، تخطيط، تنظيم، وأيضا عناصر إنتاج. من خلال ما ذكرته قبل قليل من أبرز العناصر التي اتفقت عليها هذه التعريفات، أنا سأكتب تعريفا جديدا للإدارة. نكتب وضع أهداف معينة والتخطيط للموارد البشرية وتنظيم عناصر الإنتاج لتحقيق هذه الأهداف. إذن هذه العناصر أنا ربطتها في جملة وكونت لي تعريف جديد، ألا وهو مرة أخرى وضع أهداف معينة والتخطيط للموارد البشرية وتنظيم عناصر الإنتاج لتحقيق هذه الأهداف. لدينا هنا يقول أبحث في إحدى قواميس اللغة العربية عن معنى كلمة إدارة وأكتبها هنا. إذن ما معنى إدارة؟ مصدر، نكتب مصدر أدارة وهو مركز الرئاسة والتصرف. ننتقل إلى الصفحة التي تليها. لنتعرف على أهمية الإدارة. إذن تمثل الإدارة أهم الوسائل التي يمكن أن يستثمرها من؟ يستثمرها الفرد، كما تستثمرها من؟ تستثمرها المنظمة والدولة من أجل تحقيق أسباب الرخاء والأمن والتقدم. حكومتنا الرشيدة وفرت لنا تلك الأمن، تلك الإدارة المنظمة. فعن طريق الإدارة يتحدد ماذا؟ يتحدد مستوى التعليم والأمن والعدل والرعاية الصحية والاجتماعية والزراعية والصناعية والإسكان والاتصالات والمواصلات وكافة أوجه النشاطات والخدمات التي يحتاجها من؟ يحتاجها الفرد وأيضا يحتاجها المجتمع. لقد زادت أهمية الإدارة في وقتنا الراهن. بسبب ماذا؟
لماذا زادت أهمية الإدارة؟ إذا قلت عللي، إذا نكتب هنا تعليل، هنا نكتب عللي. زيادة الإدارة في وقتنا الراهن تقولين بسبب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية. فعلا هذا ما نلتمسه في زمننا الراهن. ثم ننطلق بعد ذلك لنتعرف على العوامل التي أثرت في زيادة أهمية الإدارة. برأيك ما هي العوامل التي أثرت على زيادة أهمية الإدارة؟ الإدارة وسيلة المجتمع لتحقيق ماذا؟ لتحقيق أهداف وتلبية احتياج من؟ احتياج أفراده، وذلك من خلال ممارستنا لعملية التخطيط والتنظيم والتوظيف والتوجيه والرقابة. قلناها قبل قليل، كي يصبح عندنا ماذا؟ إدارة أو عملية إدارية لابد من تنظيم وتوجيه ورقابة وتخطيط. الإدارة وسيلة المجتمع لتحقيق احتياجاته من خلال تحديد أولوياته. إذن لدينا هنا لابد من تحديد أولويات هذا المجتمع. أيضا من أهمية العوامل ازدياد عدد المنظمات الإدارية وكبر حجمها وتنوع أعمالها. أيضا الفصل بين منظمات الأعمال وملاكها. أيضا الندرة في الموارد المادية والموارد البشرية المتخصصة. هناك ندرة في الموارد المادية، أيضا الموارد البشرية. أيضا المنافسة الشديدة أين؟ في الأسواق العالمية. هناك منافسة في الأسواق العالمية. آخر نقطة، هي رغبة الأفراد في الوصول إلى ماذا؟ إلى مراكز اجتماعية وقيادية متميزة. إذن الفرد لا يريد أن يبقى على حاله، ولكن يطمح في ماذا؟ إلى مراكز وقيادة متميزة. للإدارة أيضاً خصائص. ما هي تلك الخصائص؟ لدينا ثلاث خصائص للإدارة، وهي ماذا؟ أولاً الطابع الإنساني للإدارة، حتمية الإدارة، أيضاً هدف الإدارة. الطابع الإنساني للإدارة، كانت الإدارة تعتمد على ماذا؟ تعتمد على العنصر البشري وما يسوده من علاقات وتعاون جماعي. فهي إذن ليست آلية تركز على الأشياء ماذا؟ لا تركز على الأشياء المادية فقط، بل تأخذ في اعتبارها احتياجات هذا العنصر البشري ومتطلباته. إذن تركز على من؟ تركز على العنصر البشري ومتطلباته. حتمية الإرادة، إحدى التعريفات اللي ذكرناها قبل قليل، استغلال الموارد المتاحة عن طريق تنظيم الجهود الجماعية وتنسيقها بشكل يحقق الأهداف المحددة بكفاية وفعالية. الهدف أو الخاصية الثالثة، هدف الإدارة. ما هو هدف الإدارة؟
هي وسيلة لتحقيق هدف الإدارة، تريد أن تحقق أهداف معينة، بواسطتها يتم تحقيق الهدف الخاص. إذا لدينا هناك أهداف خاصة وأهداف عامة، نوضح لنا الفرق بين الإدارة العامة والإدارة الخاصة. أن الإدارة العامة يجب أن يكون هدفها ماذا؟ تحقيق المصلحة العامة. أنا أسميتها إدارة عامة، إذن لابد أن تحقق هدفا واحدا وهو المصلحة العامة. بينما تسعى الإدارة الخاصة إلى ماذا؟ إلى تحقيق الأرباح والإنتاجات. انتقلي معي إلى الصفحة التي تليها. لنلخص سويا الخصائص. إذا قلنا هنا نكتب نرسم خريطة مفاهيم، نحدد فيها ماذا؟ الخصائص الإدارية، ونكتب هنا في المستطيل الأول الخصائص الإدارية. ما هي الخصائص الإدارية؟ اكتبيها قبل أن أقولها حتى يتسنى لك معرفتها وثبات المعلومة. إذا خصائص الإدارة نقول هي أول شيء الطابع الإنساني للإدارة، الذي يركز على ماذا؟ يركز على ماذا؟ العنصر البشري. الخاصية الثانية حتمية الإدارة، وهي استغلال ماذا؟ استغلال الموارد المتاحة عن طريق تنظيم الجهود الجماعية وتنسيقها بشكل يحقق الأهداف المحددة بكفاية وفعالية. الخاصية الثالثة ما هي؟ نكتبها كتابة. هدف الإدارة. ما هو هدف الإدارة؟ هي تحقيق أهداف محددة، وهي عبارة عن إدارة عامة وإدارة خاصة. إذا قلت لك هل الإدارة علم أو فن؟ عندما أقول كلمة إدارة، هل هي علم أو فن؟ الإدارة قبل أن نعرفها هل هي فن أو علم، سنعرف الفن ثم نعرف العلم حتى نستنبط هل الإدارة علما أو فنا. الفن يقوم على المهارة في الأداء أو القدرة على الذاتية للممارسة عمل معين، وهو بذلك يرتكز إلى حد كبير على مواهب الأشخاص، موهبة الرسم، كتابة الشعر، موهبة الاطلاع، وإمكانياتهم الإبداعية في أداء الأنشطة التي يقوم فيها. العلم معرفة منظمة تقوم على الملاحظة والتجربة واستنباط النتائج من أجل الوصول إلى ماذا؟ إلى قوانين عملية. إذن علم يريدون الوصول إلى ماذا؟ إلى قوانين عملية تحكم العلاقة بين الظواهر في مجال معين. العلماء هنا اختلفوا، منهم من قال أن الإدارة فن، ومنهم من قال أن الإدارة علم. أنت برأيك الإدارة ماذا؟ يجمعها ماذا؟ الإدارة نعم علم وفن سويا مع بعض، يجمعها الإدارة، تجمعها فن ويجمعها أيضا علم. يقول العلماء
الذين تضامنوا مع أن الإدارة علم، يعللون ذلك بما تحويه الإدارة من نظريات علمية ومبادئ وتطبيقية في تدريس، أو لدرجة أنهم ماذا يدرسونها في الكليات، تكون هناك تخصص إداري، بل أن الإدارة أصبحت تضم العديد من فروع المعرفة والتخصصات الفرعية. ومعنى هذا أن الإدارة تعتمد على الأسلوب العلمي في ممارسة وظائفها. هذه وجهة نظر العلماء الذين يقولون أن الإدارة علم. طيب رأي العلماء الذين يقولون أن الإدارة فن، هناك نظريات ومفاهيم إدارية ثبتت صحتها بالتطبيق العلمي، كما ظهرت نتائج تثبت العلاقة الإيجابية بين الالتزام بهذه النظريات وبين زيادة الإنتاج. إذن هذا ينظرون إنها علمية. من ينظر إلي إنها فن يدافعون عن وجهة نظرهم هذه بقولهم إن النجاح في تطبيق مبادئ وقواعد الإدارة يحتاج بالدرجة الأولى إلى ماذا؟ إلى خصائص الأشخاص، وهم يختلفون فيها فيما بينهم بحسب إمكانياته وقدراته. يقولون أن هناك العديد من الشخصيات التي نجحت في الإدارة دون أن يكون لها دخلا في العلم، يعني ليس العلم هو من نهض به، لكن هو في شخصيته هذه اكتسب فن الإدارة. إذن في النهاية نقول أن الإدارة يجمعها الفن وأيضا يجمعها العلم. إذن ملخص ما نقول عن تعريف الإدارة، قلنا هو وضع أهداف معينة والتخطيط للموارد البشرية وتنظيم عناصر الإنتاج لتحقيق هذه الأهداف. تحدثنا أيضا عن أهمية الإدارة، وعللنا سبب زيادة الإدارة في وقتنا الراهن، وقلنا بسبب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية. ثم بعد ذلك تطرقنا إلى خصائص الإدارة، قلنا لدينا ثلاث خصائص، وهي الطابع الإنساني للإدارة وحتمية الإدارة، أيضا هدف الإدارة. ثم قلنا سؤال أخير، هل الإدارة علم أم فن؟ هناك علماء من قال أنه فن، وهناك بعضهم من قال أنه علم، وفي النهاية أن الإدارة يجمعها الشيئان العلم والفن. إذن هنا انتهينا من درسنا لهذا اليوم، نلتقي إن شاء الله في حصة القادمة لنتعرف على أهداف الإدارة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.